السلام عليكم احبائي، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا باحسن الاحوال. اليوم حبيت قبل ما نبدا الفيديو نشكر جميع الناس يعني اللي ساعدوني باش نحاول انني نجح في القناه ديالي. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنشكر الناس اللي اشتركوا في القناه، وكنتمنى ان شاء الله اننا ننجحوا هذه القناه ونوصلوا 100,000 واكثر لما لا. بالنسبه اليوم حاولت نجمع بعض الحلول يعني لبعض المشاكل اللي كنواجهوها حنا بالاخص النساء يعني في المنزل. قدم لكم دابا بعض الحلول منها، وكنتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا معايا في هذا الفيديو. بالنسبه للمشكل الاول هو كيكون عندنا بعض الحقائب يعني باقي بغينا صراحه نستعملوها، وكيكون هذا المشكل فيها هو ان هذا الجلد هذا اللي كيكون في اليدين كيبدا يتفرتت. الفكره اللي غنعطيكم اليوم هي كيفاش تجددوا هاد اليدين هادو باش تبقاو تستعملوا الحقائب اللي عندكم. غادي ناخذ الساتان، انا لصقت هنايا بالكولا